بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نشوف ازاي اضيف بعض الاجزاء للكيوبمنت التحتي. تمام، يعني انا دلوقتي لو جيت وقلت له انا عايز كيوبمنت كرييت، بيبدا يطلع لي ان انا اضيف اي كيوبمنت انا عايزها. ولكن مثلا هقول له انا عايز تانك فيرتيكال تانك، فبيظهر لي التانك بالشكل دوت. كل جزء من هنا بالمواصفات بتاعته. طب انا عايز اضيف شيء او احذف شيء، فبقول له اد تريم. اقول له مثلا عايز اضيف القاعده، وليكن مثلا هنا اقول له اد تريم، اقول له انا عايز اضيف الرجول بالشكل دوت. اقدر اعدل الارقام اللي انا عايزها، يعني الاتش دي ممكن مثلا اخليها 1500 مثلا، الار دي اللي هي المسافه من هنا لهنا هتبقى قد ايه، ممكن ازودها مثلا زي ما انا عايز. اقول له بعد كده كريت كده، انا ضفت له رجول او ليج يقدر يستند عليها. ممكن في اي وقت اجي هنا ادوس كليك واقول له انا عايز اديت اكويبمنت، موديفاي اكويبمنت اهيت. ممكن تيجي بدل الليج ديت تقول له لا شيلها لي، انا عايز في حاجه تانية. هقول له مثلا اد تريم، هقول له مثلا سكيرت مثلا، وتقدر برضو تعدل كل اللي انت عايزه. دي مثلا هنا بدل ما تقدر تعدلها ال دي تو بدل 2400 مثلا خليها 2600. تمام اوكي، بدل الرجول بقى فيه سكيرت تحتيات.